ذكرنا نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم يتلو ذلك خروج يأجوج ومأجوج. وخروج يأجوج ومأجوج ثبت في صحيح مسلم، فقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن من العلامات من علامات الساعة أن يخرج يأجوج ومأجوج، ويصح أن ينطق بهذا اللفظ يأجوج ومأجوج بدون همز، وقد قرأ الجمهور بذلك. ويأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم، وقد ذكر أهل اللغة أن يأجوج ومأجوج إن كان عربيين، يعني إن كان لفظين عربيين، فإنهما من أجة النار، أي إذا التهبت، وهذا معنى موجود في يأجوج ومأجوج، أو من الأجاج، وهو الماء المالح شديد الملوحة، لأنه يحرق صاحبه إذا شربه، ولا شك أن هؤلاء يحرقون الناس إذا خرجوا إليهم. أو من الأج، وهو سرعة العدو، وهذا أيضا معنى موجود في يأجوج ومأجوج، لأنهم أشداء سريع العدو. وإما أن يكون مما جاء، يعني إذا اضطرب ودخل بعضهم في بعض، وهذا يدل عليه قوله تعالى على أحد وجوه التفسير: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ويأجوج ومأجوج من ذرية آدم وحواء، أبوهم آدم وأمهم حواء. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح منسوبا هذا القول إلى النووي في فتاويه أن يأجوج ومأجوج من آدم فقط وليس من حواء، وزعموا أن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب فنجم من هذا يأجوج ومأجوج. قال ابن حجر رحمه الله: وليس عليه دليل، وليس له أثر عن السلف، بل لم يقل به أحد من السلف، وإنما هو موروث من كعب الأحبار. وكعب الأحبار كثيرا ما يسمعه الناس، كعب بن الأحبار هذا من كبار التابعين، هو لم يدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، رجل من كبار علماء أهل الكتاب، أسلم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقدم المدينة في زمن عمر، وسكن الشام، ومات في خلافة عثمان. وكان كثيرا ما يذكر إسرائيليات لأنه من بني إسرائيل، لكن كثيرا منها كما في تذكرة الحفاظ، لكن كثيرا منها لا تصح نسبته إليه، وليس له حديث في صحيح البخاري، وليس له حديث عند مسلم إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء في تذكرة الحفاظ. الشاهد من هذا أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم وحواء، ومعلوم أن يأجوج ومأجوج من ذرية نوح، وقطعا نوح عليه السلام من ذرية حواء. ولذا ذكر ابن كثير في النهاية قال: هما من ذرية يأفث أبي الترك، ويافث من ولد نوح. وعدد هؤلاء كبير، عدد هؤلاء كبير كثير. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل يا آدم يوم القيامة، فيقول: يا ربي لبيك وسعديك، فيقول الله عز وجل: أخرج بعث النار، يعني أخرج نصيب النار. فقال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 حينها يشيب الولدان، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال الصحابة: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ إذا كانت سيخرج من 1999، أينا من ذلك الواحد؟
فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإن منكم رجلا وإن من يأجوج ومأجوج ألفا. ويؤيده ما جاء عند الطبراني ورواته ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد واستغربه ابن كثير رحمه الله، حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما: ولن يموت منهم أحد، يعني من يأجوج ومأجوج، ولن يموت أحد منهم إلا ترك ألفا فصاعدا، يعني أن سلالة الواحد منهم تصل إلى الألف بل تزيد على ذلك. ويأجوج ومأجوج يشبهون أبناء جنسهم الترك المغول، صغار العيون، فطس الأنوف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسند، قال عنه الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح، قال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج يأجوج ومأجوج عراض الوجوه، صغار العيون، شعف الرؤوس، يعني أن مقدمة رؤوسهم فيها شهب، من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله آثارا في صفات هؤلاء ولكنها لا تصح. ذكر من الآثار التي وردت وهي لا تصح لأن بعضا من الناس تنطلي عليه هذه الآثار فيسمعها فيظن أنها صحيحة، من أن صنفا منهم كالأرز وهو شجر كبير، وصنف منهم أربعة أذرع في أربعة، وصنف منهم يفترشون أذنا ويلتحفون بالأخرى، وصنف منهم شبر في شبرين أو في ثلاثة أشبار. قال ابن كثير رحمه الله: قال: ولقد تكلف ما لا علم له وذكر هذه الصفات وليست بصحيحة. وقد ذكر البيهقي حديثا رواه حذيفة عند الطبراني ولكن هذا الحديث ضعيف كما بين ذلك ابن حجر رحمه الله. ويأجوج ومأجوج ذكر الله عز وجل حالهم في كلامه سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. من كل حدب، الحدب هو المكان الغليظ المرتفع، ينسلون يعني يسرعون بشدة. وقال عز وجل أيضا عن ذي القرنين، وسمي بهذا الاسم لأنه بلغ مغرب الشمس ومشرقها حيث يطلع قرن الشيطان، وقيل غير ذلك. الشاهد من ذلك أن ذا القرنين ذكر الله عز وجل حاله حينما بنى السد الذي يحول بين القوم وبين يأجوج ومأجوج. قال تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. دل هذا على أن السد موجود في جهة المشرق، أين مكانه، أين تحديده، الله أعلم. جاء عند البخاري معلقا أن بعض الصحابة رآه فوصفه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد رأيته. وهذا المكان اجتهد بعض المعاصرين فقال إنه محدد وليس هناك دليل في تحديد مكان هذا السد. وذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير ولم يذكر له سندا، ذكر رحمه الله أن أحد الخلفاء العباسيين أرسل قوما يبحثون عنه وهو هارون بن محمد بن هارون الرشيد، فقطعوا البلاد حتى استمروا أكثر من سنتين يبحثون عن هذا حتى وجدوه، ووجدوه سدا منيعا وأن هناك أثقالا وأحمالا وأن هناك ثغورا. الشاهد من هذا أنهم رأوا أعاجيب كثيرة ولكن ليس هناك دليل يحدد مكانه، لكن مكانه من جهة المشرق. وهذا السد فتح في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه شيء يسير، دخل كما في الصحيحين على زينب بنت جحش فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وجاء حديث
عند ابن ماجة وغيره أنهم يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا أن يخرقوه قال الذي عليهم يعني زعيمهم قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله عز وجل أشد ما كان ثم إذا رجعوا حفروا حتى إذا قضى الله عز وجل بخروجهم قال الذي عليهم ستحفرونه غدا بإذن الله فيعودون إليه من الغد فيجدونه كما هو فيخرجون على الناس ويفر الناس منه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث النواس إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور يعني إلى الجبل. وسيأتي معنا اسم هذا الجبل في رواية أخرى عند مسلم فحرز عبادي إلى الطور فبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أولهم ببحيرة طبرية فيشربون ما فيها فيأتي آخرهم فيقولون لقد كان بهذا مرة ماء يعني كان موجودا ماء. وقد جاء في بعض الروايات كما سأذكره أنهم يشربون مياه الأرض حتى يتركون البحر يبسا ليس فيه قطرة من ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف وهو دود يكون في دواب البهائم من الغنم والإبل فيصبحون فرسا يعني موتى كموتة نفس واحدة ثم يهبط بنبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت هناك جمال جميلة لها أعناق طويلة ويرسل الله عز وجل بطيور حجمها كأحجام أعناق هذه الإبل البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله وسيأتي معنا ذكر إن شاء الله أنهم يطرحون في البحر. ورواه مسلم وزاد في رواية ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر سمي بهذا الاسم وهو الشجر الملتف الذي يستترون فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبل بيت المقدس فيقولون يعني يأجوج ومأجوج لقد قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء فيرسلون نشابهم يعني سهامهم إلى السماء فتعود إليهم مخضوبة بالدماء. وجاء في مسند الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر وأيضا صححه الحاكم ووفقه البيهقي والألباني رحمه الله لا يرتضي ذلك يرى أن فيه ضعفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به التقى بموسى وعيسى وهارون فتذاكروا أمر الساعة حتى ذكر الحديث عن عيسى وذكر ما يجري له مع الدجال قال عيسى فيجأرون إلي يعني حينما يموت يأجوج ومأجوج يقول فيجأرون إلي فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف بأجسامهم في البحر. وجاء عند الترمذي والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتفطر وتشكر شكرا وتسكر سكرا من لحومهم يعني أن طعام البهائم يكون من لحوم هؤلاء فتسمن والسكر هو الخمر ويطلق على الغضب والامتلاء. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النواس قال ثم يرسل الله قطرا يعني مطرا لا يكن يعني لا يمنع منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض فتصبح كالزلقة يعني كالمرآة الصافي يرسل الله مطرا إذا ذهب بأجسام هؤلاء وأكل جزء منها من البهائم حتى تصبح كالزلقة يعني كالمرآة الصافية ثم كما مر معنا يقال الأرض أنبتي ثمرتك ودري بركتك وتأكل عصابة من الرمانة إلى آخر ما جاء في الحديث المذكور في الجمعة السالفة. وجاء
في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويشربون ماء الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربونه حتى يتركوه يبسا، فيرسل الله عليهم نغف الجراد فيصبحون موتى لا تسمع لهم حس. فيقول المسلمون: ألا رجل يشري نفسه لنا؟ فينظر ماذا صنع هؤلاء، فيخرج رجل منهم قد احتسب نفسه وقد وطنها على أنه مقتول، فيهبط فيراهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين أبشروا فقد كفاكم الله عدوكم، فيخرجون وتسرح مواشيهم، فما يكون لهم مرعى إلا لحومهم، فتشكر عنه كأحسن ما شكرت من شيء من النبات أحسن منه، يعني أنها تأكل من أجسامهم كأحسن ما أكلت من نبات الأرض. وتلك القبيلتان إذا أهلكهما الله عز وجل فإن أسلحتهم كثيرة جدا. جاء في سنن ابن ماجه من حديث النواس رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: سيوقد المسلمون من قسي وأترسة يأجوج ومأجوج 7 سنين. هذا ما يتعلق بخروج يأجوج ومأجوج